حدثنا بشر بن محمد السختياني اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته والامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمراه في بيت زوجها راعيه ومسؤوله عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته قال وحسبت ان قد قال والرجل راع في مال ابيه